ايه اكتر الابراج الخاينه؟ الخاينه من الرجاله طبعا. بصي الرجاله لا الستات مش بيكونوا. لا 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 حبايب الستات اتفضلي. شوفي انا بشوف انه اكتر راجل يعني ممكن يخون هي اكتر الابراج المائيه، يعني عشان نكون صريحين الابراج المائيه اكترهم بيخونوا، عندهم ضعف قدام الجنس الاخر. بشوف انه العقرب ممكن يكون هو مش ضعيف قدام الجنس الاخر، بس هو دايما عاوز، بالعكس هو اكتر واحد ممكن يقاوم واكتر واحد تقيل يعني، لكن هو دايما عايز يثبت لنفسه انه هو مرغوب فيه، وبلس انه هو كمان عنده رغبة دايما في انه يدور على حاجة ما تجربتش قبل كده، هو دايما بيدور على حاجة ما حصلتش. يعني دايما بيبقى عايز يشوف يمكن في حاجة احسن. طيب ده العقرب، في حاجة تانية غير العقرب؟ طبعا الاسد. طبعا طبعا. يعني السرطان ضعيف جدا، يعني ضعيف قدام الستات الراجل السرطان. قبل ما اروح للاسد، راجل السرطان عشان قلت الابراج المائيه في حلو، فراجل السرطان يعني هو يعترف انه هو ضعيف قدام الستات، فبيبقى نفسه ما يبقاش ضعيف. حبيبي هو نفسه نفسه بيتمنى حبيبي راجل السرطان، بس يعني يلا عرب وسرطان. اشوف ان الاسد بقى هو بيحب حاله الحب، يعني الاسد رومانسي ودايما يحط العلاقات الغير شرعيه في اطار الرومانسيه، يعني يحب حاله الحب.